يستطيع أي إنسان منا أن يمتلك ذاكرة قوية جدا. الحقيقة هذا ما كشفه العلماء مؤخرا. أنا هنا لدي أبحاث منشورة على مجلة العلوم الأمريكية، أحببت أن نستفيد منها أيها الأحبة، لأن كل واحد منا سيسأله الله يوم القيامة عن هذا الكتاب العظيم القرآن، كلام الله عز وجل. ذاكرتك أيها الإنسان تستطيع أن تخزن ملايين المعلومات، فعندما تقصر في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى ستسأل يوم القيامة. الله تعالى يقول: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. انظروا أحبتي في الله، أنا سأقرأ لكم الآن ماذا كشف العلماء. أولا، الحقيقة اليقينية التي وصل إليها العلماء اليوم أن دماغ الإنسان مسؤول عن الذاكرة. طبعا نحن نعلم أن القلب هو الذي يوجه الدماغ، ولكن الدماغ هو المصنع الذي يصنع الذاكرة، هو الذي يخزن، هذه وسيلة التخزين هنا في الرأس. الحقيقة أيها الأحبة، كل معلومة تتعلمها تغير في شكل دماغك، هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها أيها الأحبة، لكي ندرك ماذا ينبغي أن ندخل من معلومات في أدمغتنا. أنت تجلس الآن أمام الإنترنت، تستطيع أن تلوث دماغك بهذه المقاطع الكوميدية، كاميرا خفية ومقاطع ساخرة ومقاطع فيها سخرية أو استهزاء أو كذا. هذه أيها الأحبة تغير شكل الدماغ وتجعله سيئا في الحفظ. أول قاعدة، إذا أردت أن تكسب دماغا قويا في الذاكرة ينبغي أن تتخلص من النفايات. يعني أنا لدي غرفة هنا مثلا، لدي غرفة أريد أن أضع فيها أشياء، أرتب أشياء فيها. إذا كانت هذه الغرفة مليئة بالنفايات، مليئة بالأشياء الضارة، كيف سأرتب؟ لا أستطيع، يجب أن أنظف هذه الغرفة أولا، ثم بعد ذلك أضع الأشياء التي أريدها. دماغك يشبه هذه الغرفة، أي معلومة تقحمها أو تدخلها إلى هذا الدماغ عبر السمع أو البصر تأخذ مساحة من هذا الدماغ. أفضل معلومات يمكن أن ندخلها إلى الدماغ هي القرآن الكريم، وأسوأ معلومات هي النميمة والحقد والغل والحسد والسخرية من الآخرين والاستهزاء بهم. حقيقة أحبتي في الله، أنا رأيت ظاهرة يعني مدمرة حقيقة، انتشار هذه المقاطع الساخرة مثلا على الإنترنت، هذه تدمر الدماغ أيها الأحبة. لماذا؟ لأن الدماغ يتفاعل معها بشكل كبير ويفرز مادة هرمون السعادة. هذه المواد التي يفرزها الدماغ، هرمونات السعادة، يجب أن تحتفظ بها من أجل الأشياء المهمة، لا أن تبددها هكذا، لأن طاقة الدماغ محدودة، لا يستطيع أن يفرز كميات لا نهائية. لا، يجب أن تنتظر المعلومات المهمة التي أنت ستتمتع بها. مثلا مثال على ذلك، أنا أعلم أن الذي يحرص على حفظ القرآن، على حفظ القرآن، على تدبر القرآن، وهذا عن تجربة هذا الكلام، يكون أسعد بمليار مرة من ذلك الشخص الذي يتمتع بالمال والعلاقات والطعام اللذيذ والأشياء الأخرى. لماذا أيها الأحبة؟ لأن حرصك على القرآن العظيم ماذا يفعل بهذا الدماغ؟ ينظم عملية إفراز هرمونات السعادة، فيجعل جسدك هذا يشعر بالمتعة باستمرار، ويفرز الدماغ الكميات الطبيعية. لذلك أحبتي في الله، أنا الآن أريد أن أضع لكم تقنيات للذاكرة بناء على الدراسة العلمية التي أمامي في مجلة العلوم الأمريكية. أول شيء، تجنب إدخال المعلومات الضارة إلى دماغك، النميمة، الكذب، رؤية المقاطع مثلا الإباحية، النظر إلى النساء يضعف الذاكرة أيها الأحبة، تجنب النظر إلى النساء، طبعا المرأة التي لا تحل لك. شيء ثاني، يعني أولا تجنب المعاصي والمقاطع الساخرة والكوميديا وغير ذلك. الشيء الثاني أيها الأحبة، حاول أن تدخل إلى دماغك معلومات القرآن، لأن دماغ الإنسان، أنا حسب ما أعتقد وحسب ما وجدت من القرآن العظيم، أنه مبرمج ليتقبل معلومات القرآن. طيب قد تسألني ما هو دليلك على ذلك؟ سأقول لك،
الكتاب الوحيد القابل للحفظ في الذاكرة في ذاكرة الدماغ هو القرآن، والإثبات على ذلك أننا نرى حول العالم ملايين الأطفال بعمر 5 سنوات و6 سنوات و10 سنوات و8 سنوات يحفظون القرآن برقم الآية والصورة وبموضع الكلمة أيضا. يستحيل حفظ أي كتاب آخر غير القرآن، يستحيل. أعطوني طفلا الآن يحفظ مثلا الكتاب المقدس، الكتاب المقدس الموجود حاليا محرف طبعا، غير قابل للحفظ أيها الأحبة، لأنه ليس كلام الله، محرف. الكتب التي يؤلفها البشر ليس فيها هذه القوة التي تجعلك تتذكر هذه المعلومات. لماذا؟ لأن كلامنا كلام البشر كلام عشوائي، بينما كلام الله عز وجل منظم ومرتب وكل حرف في مكانه ومناسب للذاكرة. لذلك يعني هنا ملمح أن الله عز وجل عندما أنزل آية يريد أن يبلغنا أنه حفظ هذا القرآن، لم يقل إنا نحن نزلنا القرآن وإنا له لحافظون. لماذا أيها الأحبة؟ استخدم كلمة الذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. استخدم كلمة الذكر ليقول لك إن هذا القرآن قابل للتذكر، قابل للحفظ في الذاكرة. فكل إنسان حتى لو كان عمره 70 سنة في دماغه إمكانية لأن يحفظ القرآن كاملا بلا استثناء. لا تقل لي هذا لديه قوة ذاكرة وهذا ليس لديه قوة ذاكرة. الدراسة المنشورة على مجلة العلوم أيها الأحبة تقول إنهم أخذوا أناس عاديين ذاكرتهم عادية جدا وليس لديهم أي قوة في الذاكرة، وأخضعوهم على مدى أعتقد هنا 6 أسابيع لتدريبات الذاكرة التي تربط المعلومة أو الرقم بمكان معين أو طعام معين أو فاكهة معينة. وجدوا بعد 6 أسابيع أن الوصلات في الدماغ تغير شكلها، الوصلات بين الخلايا طبعا، الوصلات العصبية بين الخلايا العصبية تغير شكلها تماما مثل أبطال الذاكرة الشهيرين المعروفين عالميا بقوتهم في الذاكرة. فتبين للعلماء أن كل إنسان يستطيع تغيير دماغه، تغيير شكل وبنية الدماغ بناء على المعلومات التي تدخلها إلى دماغك لأنها تحدث هذه التغييرات. إذن أحبتي في الله، ابتعدوا عن النفايات من المعلومات، كل معلومة ليس لها قيمة ابتعد عنها، وتذكر أن نبيكم عليه الصلاة والسلام أعطانا هذه القاعدة قبل 14 قرنا عندما قال إياكم وكثرة الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الإكثار من الكلام بغير القرآن؟ لأن هذا الكلام يحشو ذاكرتك بأشبه بالنفايات، يعني تصبح ذاكرتك مكب نفايات، بينما عندما تحرص على إدخال المعلومة الصحيحة واليقينية وأقوى معلومات يمكن أن تدخلها هي معلومات القرآن كلام الله عز وجل. إذن ابتعد عن كل المعلومات التي هي نفايات، ابدأ بتزويد دماغك بجرعات من هذه الآيات القرآنية كل يوم كل يوم. التقنية الثالثة، استمع إلى هذا القرآن لأطول مدة ممكنة وبخاصة أثناء النوم، لأن الدماغ يعمل أثناء النوم. في دراسة حديثة تبين أن الدماغ أثناء النوم أيها الأحبة ينظف نفسه من المعلومات الضارة وغير المفيدة ويبقي المعلومات المهمة، ويبقى في حالة يقظة الدماغ. فأنت عندما تستمع لصوت القرآن وأنت نائم ولو كان صوت خفيف من بعيد، فهذا الدماغ يتفاعل مع هذا الصوت ويأخذ هذه المعلومات القرآنية ويخزنها في دماغك، فتأتي في اليوم الثاني تشعر بسعادة وأنت لا تعلم لماذا. ما الذي حدث؟ الذي حدث أن هذه المعلومات، هذه الآيات القرآنية دخلت إلى الدماغ والدماغ رتبها في مواضع معينة ليشعرك في اليوم التالي بالسعادة. لماذا؟ لأن المعلومات الضارة ستذهب ويحل محلها معلومات مفيدة. إذن أيها الأحبة، هذه 3 تقنيات لقوة الذاكرة. إن شاء الله هناك تقنيات كثيرة، يمكن أن يكون هناك مقاطع أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.